اكيد عارفه ان انت عشان تبقي مدرستك في البوزيشن ده وبالاسم ده لازم بتعملي حاجات مش موجوده في بقيه مدارس تانية، نعم، دي صح؟ بدءا بدء. انا مستغربه من الكلام اللي بتقوله الاستاذه منى. لان انت ليه ما مقرره احنا عايشين في مدرستك تبقى المجتمع ده يا مختلفه، بس هو استاذه منى؟ موجود. لا، انا يعني الحقيقه، انا دلوقتي الحد الادنى للاجور لعاملات النظافه مش التيتشرز بالظبط 1500. عندك ايوه، وعند عندي بقية عندي المدارس، عندي الامن مثلا 2000 و2000 وشويه. اي عندك عندي المدرسين بيبدا اللي لسه متخرج واللي انا بدربه وبعلمه يقف في الفصل بياخد 2000 و2000 وشويه. عند حضرتك فقط. ما عنديش، عارفه لا ليه؟ لا لا في عندنا مدارس لا كتير، كتير قوي. لا في لا مش مدارس بس، لا كتير. عشان بس، لا لا انت كتير، بتتكلمي على لا مدارس كتير. خاصه، لا معلش ما لا تتكلميش لا عن لا مدارس لا حكوميه. لا لا المدارس الخاصه ولا ما الحكوميه حضرتك، بتدي المدرس بتاعها طب مين المسؤول؟ بالفيرست سالري مين 2500 المسؤول؟ مين جنيه دي المسؤول؟ مدرسه. لو انا قلت في وسط مثلا عندي لا 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 لا، 100 ده في مدرسة، ده اللي احنا بنقوله ده 100 مدرسة. الحد اه الأدنى، ده في انا اللي انا بقوله ده الحد الأدنى. احنا عارفة ليه بنوصل ال 100 لغاية مدرسة دي؟ اتناشرات لو واربعتاشرات 50 وحاجات كده. منهم او لو 30 منهم عملوا زي حضرتك كده، لان انت عندك تارجت، انت عندك اسم وعندك حاجة انت عايز تعمليها وعايزة تبقي مدرستك مختلفة. في ناس تانيين شايفين ان هم هو ده البلد، انا عارف هو كده ده النظام، ومدرسة ده مشروع تجاري واستثماري وهو ده اللي احنا طب عايزينه. انا عايزه احكي لك حكايه يا استاذ. وبيجوا في الصيف يمشوا بصي، المدرسين. دكتوره سعاد يمكن يعني كانت معاصره معانا المواضيع دي. انا جيت في يوم وانا لسه باديه من 20 سنه تقريبا، قلت نفسي اعمل المدينه الفاضله، وجبت المدرسين وانا بعينهم، قلت له حدد المرتب اللي انت عاوزه وبعد كده بس من فضلك مش عايزين ندي دروس خصوصيه، عايزين نبدا تجربه حلوه. حلوه. قالوا اوكي. كتبوا، كانت رشا وشويه ناس كده، يا دكتور سعاد ما اعرفش حضرتك متذكراهم ولا لا، وكتب عقود وكده. ولي الامر يروح من ورانا يمسك المدرس ومش هقول، ويفضل يتحايل عليهم ويستدرجهم، وطبعا قصاد اي بني ادم قصاد ان هو يجي له رزق زياده او بتاع، مش كانوا هقول لا. بيستجيبوا وكده في اي اجتماعات، ونقول لهم يا جماعه تعالى لو ابنك ضعيف في حاجه تعالى واحنا نعمل له بيقعدوا في البريك وهنعمل يذاكروا ده. وزي زي الاستاذه ما ماجده قالت كانت الاستاذه بتعمل منى. ده يوم جمعه وسبت مع اولادها. عايزين نغير مفهوم الطالب ان هو بيتعلم يروح يجيب ظرف من ايده يديه للمدرس للمدرس، صح؟ في البيت او يقدم له زهراء. لقيتي التجربه والهدايا فشلت في المناسبات والحاجات، انا دفعت بعد كتير جدا وهم فشلت بيدوا طبعا. دروس فشلت. وفشلت ايه؟ وانا هنا انا هنا اولياء تعوز. الامور هم السبب، هم بصي المدمنين على بصي، الدروس. انا عايزه اقول هم ايه، دول معظم هم الناس السبب. معظم الناس بيقول لك انا بريح ضميري وبعمل كل حاجه وببقى حققت لابني كل حاجه عشان ما يبقى ذنبه في رقبتي، وتلاقيه ايه بقى بيمشي في، عارفه كانه يعني طابور كده وكله ماشي فيه زي في بعض. حتى اللي دخلوا التعليم الامريكي قلنا خلاص، بصينا لقيناهم عملوا حاجه اسمها كورسات ساتو ومش معني وكتب ساتو ومش وقلت عارفه حاجه ايه مهمه. وايه احنا ماشيين ورا بعض زي القطيع كده، بالظبط. جارتي وصاحبتي والام تعمل والاب حاجه سبحان الله، اللي هم الولد يقول بيقلدوا لهم بعض. دي الكارثه بقى، وده ناقوس الخطر الحقيقي. ايه الكارثه؟ الام والاب بيقوم عابد اولادهم، والولد زي ما يكرر الام والاب وراه. حاجه عجيبه وغريبه بجد، احنا يعني ما شفناش كده قبل كده، ما شفناش ان الاب والام يبقوا ضعاف قدام ولادهم. عايز موبايل مش عارفه بكام الف، ايباد بكام الف، ويروح بالمدرسه عايز المدرس الفلاني وعايز وده. اخد لا 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 لا، معظم الاهالي اللي قادره بتعمل ده. انتم اذا بقى كل يبقى ما من ضمن العيوب ضعف اولياء الامور قدام ولادهم. ده